هذايا وقاية تسليم صنهاجي رجعنا لرمضان أزمان في منقاع الخابية. منقاع الخابية اليوم نحكيه على الجوامع والمساجد. خرجها منقاع الخابية جد. نحكيه على الجوامع في الحاضرة، وخاصة مش نحكيه وزادة هي اليوم وغدوة على المساجد. المسجد فرق والجامع فرق، فما فرق كبير بيناتهم، واللي برشا مساجد مزيانين شكلا والعيشة متاعهم ولاو متاع عائلات ومتاع عباد معروفين. الجامعة يجمع الناس الكل، المساجد ديما معروفة متاع عباد معينة وعباد يعرفوا بعضهم ومتاع حومة ومتاع طبعا الجامع الكبير متاعنا هو جامع الزيتونة، هو برسك الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة، أكبرها وأقدمها، ويرجع لسنة 698 هجري. ومن بعد هو على سنة المذهب المالكي، تم بناؤه بأمر من حسان بن نعمان وأتممه، ما كملوش، كملوا عبد الله عبيد الله بن الحبحاب سنة 732، ويعتبر ثاني أقدم جامع في تونس بعد جامع عقبة. عندنا من بعده نلقى جامع القصبة، أمر بالبناء متاع الجامع هذا سلطان الحفصي أبو زكريا الحفصي، اللي معروف في القصبة يسمى، وكان يسمى في عهد الحفصي بجامع الموحدين. جامع جديد يقع في المدينة العتيقة بالضبط في نهج الصبغين، تم بناؤه من طرف حسين ابن علي مؤسس الدولة الحسينية سنة 1726 ميلادي. نرجع بعد الجامع القصر، معروف جامع القصر يقع في حي باب نارة طرف مدينة تونس العتيقة. الجامع هذايا مالكي تابع لقصر دار حسين، مقر سكن المملوك بنو خراسان، ويقع أن المسجد تم بناؤه أثناء حكم أحمد بن خريسان 1128-1100. بعد عنا جامع المهراس، فما سامي بحلح لهم عند هذا زادة يعزمني أي شيء شيدة أثناء حكم بنو خراسان. فعنا جامع حرمل يقع في الصبغين، عنا كذلك جامع يوسف داي. الجامع ذا معروف باسم سيدي يوسف داي، هو أول جامع حنفي في تونس، في حنفية بالضبط. يسميه البعض بجامع البشامقية، تم بناؤه سنة 1612 في عهد يوسف داي، وهو أول مسجد يبني على الطريقة العمارة العثمانية، ويحتوي قبر مؤسسة. في البداية كان مسجدا للخمس، وفي سنة 1631 قام يوسف داي بتحويله إلى جامع خطبة، وقد تم التدريس الفقه الحنفي فيه. عنا هذايا نحكيه على جوامع في وسط المدينة. نمشيه للربط الشمالي، نقول الربط الشمالي معناتها باب سويقة وما تبعها. عنا جامع أبي محمد المرجاني، هو في الحلفاويين، تأسيسه في 7 هجري. عنا كذلك جامع الأحمدي يقع في زنقة الكوشة في نهج باب الخضرة. عنا جامع البرج معروف في باب العسل، تم تشييده في العهد الحفصي. عنا جامع المعروف برشا هو جامع يوسف صاحب الطابع، وهو آخر جامع عثماني مبنى في تونس، وهو جامع حنفي الوحيد الذي لم يبنيه باي ولا داي، تم بناؤه من وزير المملوك وهو يوسف صاحب الطابع سنة 1808، وأقيمت أول صلاة فيه يوم 4 مارس 1814. نرجع ونمشي ونلقى جامع سبحان الله في باب السويقة، جامع التبانين في ربط كذلك باب السويقة، وهو شيده السلطان الحفصي أبو عمر عثمان سنة 1487. من بعد نلقاو في الربط الجنوبي باب جديد وباب نارة من غاديك، نلقاو جامع الحلق يقع بسوق السلاح قرب باب جديد ونهج المر. نلقاو جامع الحجامين معروف يقع بالحجامين ربط باب الزيرة، تمت إعادة بناء وترميمه على يد الشيخ أحمد بن لامين. فما جامع الهواء، هذا جامع الهواء أمرت ببنائه أميرة عطف، الأميرة عطف زوجة السلطان الحفصي أبو زكريا الأول، وبناته في عهد ولدها
أبي عبد الله محمد المستنصر في أواسط القرن السابع هجري، يعني القرن الثالث عشر ميلادي، وكان يسمى في العهد الحفصي بجامع التوفيق، وهو يوجد حاليا بنهج جامع الهواء بالمدينة العتيقة. عندنا كذلك جامع السبخة يقع بنهج السبخة، تم بناؤه في العهد الحفصي. عندنا جامع سيدي منصور يقع بالحج أمين كذلك. هذوما نلقاهم في الربط الجنوبي. إذا كان نبدأ نحكيه على المساجد، نحن غدوة باش نحكيه على المساجد أكثر، اليوم بركة باش نتطلقوا للمساجد التي اندثرت، اللي كانت قديمة مساجد ما عادش. كانت عندنا مسجد اسمه مسجد أوشيكا، كان يقع شمال المدينة هذه الفترة قدوم الأندلس إلى تونس. مسجد نقيري جنوب المدينة كذلك، نسبة للإمام محمد التطواني. مسجد الغسرون في الغسرون في حلفاوين معروف، هذا كان مسجد صغير في نهج الغسرون، كن بسامحهم نهج الغسرون معروف. مسجد الصفار يقع جنوب المدينة اعتبادا للولي الصالح محمد بن علي السوردو، مش السوردي، السوردو. وكذلك مسجد سيدي صالح بو قبرين، هذا في نهج سيدي العلوي في الحلفاوين. وفما مسجد كذلك سيدي بومردوم، مسجد الرصاع، مسجد دار لاغا، مسجد ترشيش، مسجد دباغين ما عادش، مسجد السيدة مسيكة في القنطرة، في الحلفاوين، مسجد سيدي الحاري في نهج سيدي الحاري باب قرطاجنة، مسجد سيدي علي بن زياد في نهج سيدي علي بن زياد وراء دار البي، ومسجد سيدي معاوية. هذوما مساجد من المفروض انقرضت، يتم يعني هدمها، يتم هو البناء متاعها طاح، لكن هذوما كانوا موجودين ومعروفين. غدوة نرجعوا لمعظم المساجد حسب التقريب اللي عندنا من جامعة سكين في تونس، برشا عندنا بجديد وبالقديم، هذي نحكي على القدم بجديد برشا برشا. قداش عندك نواب انت في المجلس التأسيس؟ 216. احسب على كل واحد عنده ثلاثة مساجد. ثلاثة جامع. برشا جامع مساجد نقصوا برشا. مساجد نقصت، مساجد قلت لك مساجد معناتها هي مساجد صغرى في برشا، فما حوم طاحت في تغيير البنية، حتى باب سويقة فما برشا طاحوا في تبديل. الجوامع قليل وين طاحوا ولا بدلوهم، فما شيدوهم أو زادوهم، أما المساجد برشا اللي كانوا بالحق كانوا كان فيهم شيخة وكانوا كتاب زادة، كانوا يخدموا زادة كتاب السباح وخلاف المدارس، معظمهم كانوا كتاب. معظمهم في جامعة مش في مسجد. انتي تو انتي الانترنت اما ما قالهمش هذول الفارق بين مسجد وجامع. لا مازال غدوة نكملوا لهم. المسجد هو صغير، هو تو مثلا جامع سيدي محرز، جامع مقابله مسجد نتاعو، مقابله بالضبط في الحومه، ما عرفش تعرفوه سيدي محرز. سيدي محرز زي بعده بالضبط، فما مسجد صغير قبل نهج المستيري هذاك تابع اسمه مسجد سيدي محرز. فما ناس ما تطلعش لك الدروج، فما ناس تخير تصلي في المساجد وفي كل حومه براسك، وفي السورتو في الحوم العربي عندنا في معظم النهوجات بين 4-5-6 نهوجات لازم تبقى مسجد صغير، راهو اذا كان يهز يرفع ساعات يرفع 20 حومه. هو في نهج سيدي محرز بيدو فما ثلاثه مساجد، فما من الاولاني بالكل، اول ما تدخل سيدي محرز يمكن يرفع 30-40 واحد. هذه هي كانت الفكرة. غدوة نرجع للأسامي الأخرى اللي مازالت موجودة واللي ماخذين أكثر أسامي النهوجات أكثر من الحوم، ولا أسامي شخصيات دينية معناتها أولياء وصالحين ولا مدرسين كذلك. خبيرا دونك بعد البوب شنو تخميلتنا؟